وصلت للألعاب تبعتنا ما في غير شوط نلعب فيه. Here we score the winning goal for Morocco. Go Morocco! We win the semi-final for Portugal. Hiya Portugal! We hit the penalty shot for Brazil. Hiya Brazil! يمكن الكل مفكر إن كأس العالم في قطر. لا مش بس في قطر. كمان كأس العالم يتم إحياؤه هنا في غزة. نلعب كل مباراة كأس العالم هنا في غزة. أنا ليونيل ميسي واسمي خالد. أنا كريستيانو رونالدو واسمه. أنا لوكا مودريتش واسمه وليد. أنا أشرف حكيمي واسمي أحمد. أطفالنا بيكبروا في منطقة فيها حروب، ما بيشعروا إنهم أطفال، زي ما إحنا شايفين بيلعبوا فيها. أنا بعرف إنه في أمهات بحبوا كرة القدم في أمريكا، لكن أنا أول أم بتشجع وبتدرب الأطفال على كرة القدم. بحب أشوف الأطفال بيلعبوا، بدي نتخيل ونشوف أطفالنا على إنهم نجوم وليس ضحايا. Thank you for supporting Gaza Plays Peace and help us sponsor them play their own World Cup final here on the beach. The day before the big match. Sometimes the kids of Gaza think no one cares, but you do, and we know you do. No matter how much you can afford to give to us, nothing is more precious than that. Gaza plays peace.